اكيد ما احنا لهم باي باي، يعطيهم الف عافيه. بنرحب ببلال حريري، هو رئيس تجمع الطلبه السوريين، هو معنا من بورصه. يسعد صباحك يا رب. يا اهلا وسهلا، يعطيكم العافية على هذه الفعالية الجميلة. لو تحكي لنا تفاصيل أكثر عنها، عن نشاطات ضمنتها، وهل وصلت الهدف هو التعريف بثقافة سوريا؟ الحقيقة الهدف أكثر من هيك. بالنسبة لهذه الفعالية، هو مهرجان يقام كل سنة تقيمه الجامعة، بيشارك فيه عدة ثقافات، عدة من الطلاب الدوليين في الجامعة بما فيهم الطلاب السوريين. نحن طبعا بمثل هيك فعاليات منكون عم نعرف بثقافتنا، بتاريخنا، مو فقط هيك، منعرف ايضا منحاول منساهم بمد الجسور بيننا وبين المجتمع المضيف، زملائنا من الاتراك، زملائنا من الثقافات الاخرى. منحاول كسر الصوره النمطيه الرائجه، منحاول مد جسور التواصل والتفاهم، من أنشئ جو من الود، جو من المتعة، جو من يعني التنوع بهذا المهرجانات اللي تقام كل سنة. طب تخبرنا أكثر عن النشاطات اللي كانت بهاي الفعالية وأيضا مشاركة السوريين. هلأ نحن هاي الفعالية كانت عبارة عن قسمين. القسم الأول هو ستاندات وطاولات تعريفية بالثقافات. القسم الثاني منها كان هو العروض اللي بيقدموها ايضا من ثقافات مختلفه، كل واحد بيقدم شيء من بلده، ان كان مثلا رقصه شعبيه او غنيه او الى ما هنالك. فنحن بستاندنا التعريفي مثل ما شفتوا حطينا شغلات سوريه، حاولنا ان تكون من كل بلد بسوريا الى يعني قدر المستطاع، حاولنا انه نحط شخصيات نوعا ما مو كثير مشهوره، اردنا انه نعرف فيها اول شيء زملائنا السوريين، لانه ايضا الستاند تبعنا والطاوله تبعنا مو فقط لتعريف الاتراك، نحن بيجي لعنا ضيوف من زملائنا العرب، من زملائنا الاجانب الاخرين، من الاتراك، من السوريين. فنحن فعاليتنا موجهه لكل المجتمع في الجامعه، ان كانوا عرب او اجانب او اتراك بكل الاطياف. فنحن حاولنا انه يكون عندنا تنوع، ان كان بالشخصيات مثل ما حكينا، شخصيات مثلا مو كثير ظاهره حاولنا نظهرها، وهي شخصيات يعني تستحق انه نعرف عنها ونفتخر بها ونعتز بها. اماكن تاريخيه، اماكن حتى يعني اثريه، حاولنا حتى في شغلات مميزه حطيناها، مثلا اللي هي مثلا اعمال يدويه لزملائنا المتطوعين او زملائنا المنتسبين للتجمع، بحيث انه يكون يضيف شيء من الـ يعني تنوع مختلف، شيء متنوع على هذه الطاوله طبعا. وايضا الالبسه السوريه، يعني لاحظت لبس اهل حوران احبائنا، يعني انا حيل احب لبس اهل حوران، والاكلات السوريه كانت حاضره ايضا بهذه الفعاليه. اي نعم. بالنسبه للاكلات، نحن مثلا ما حطينا اكل كثير، انما جبنا بعض الحلويات السوريه المشهوره، اكثر يعني اكثر الحلويات المشهوره مثل البرازق، الغريبه، هي الامور، نواشف. النواشف نعم، بسبب انه يعني لبكه للضيوف اريح لهم بكذا. جبنا مشروبات مثلا مثل الجلاب، مثل كذا، كان في عندنا شيء مميز دائما يسالون عنه زملائنا الاتراك والاجانب، اللي هو القهوه العربيه، القهوه المره. نحن ايضا هي الامور يعني كانت تطلب منا طلب انه يجوا على الستاند تبعنا، انه ذوقونا القهوه تبعكم، القهوه المره، فكانت شغله مميزه على الستاند بصراحه. حتى في عندنا مثلا من الشغلات المميزه هي عطر الياسمين، كنا نحط صور الورد الياسمين، زائد في كان شكل عاملينه بالصلصال زملائنا، زائد نعم، زائد العطر، يعني كنا جايبين العطر، كل مين بيجي فمنشمم العطر بنحط له على ايده، فكانت ندخل له بخه حتى يشم ريحه الياسمين، ياسمين الشام. طيب كيف كانت الاصداء على ستاند سوريا، وشو قالوا الزوار، شو اكثر شيء حبوا غير القهوه المره؟ الحقيقه مثل ما حكيت، يعني ريحه الياسمين هي كانت شيء مميز جدا بالستاند تبعنا. ايضا
تنوع يعني مثل ما حكينا الامور اللي سويناها، الاشكال اللي ساووها زملائنا وزميلاتنا زميلاتنا المنتسبات، ساووا اشكال بالصلصال بالجص، اللي هي منها مثلا خريطة سوريا، منها الرقم الفخاري. الرقم الفخاري اللي هو بيمثل اول ابجدية اكتشفت في سوريا. فهي كانت شغلة جدا مميزة، كانت شغلة ملفتة للنظر، انه شغلة جديدة، وحتى يعني انه مصنوعة بأيدي طلاب التجمع نفسهم، مصنوعة بأيدي المنتسبين لهذا التجمع. يلا خلينا نحكي هلا، مع انه حكينا عن الستاند السوري وعن ابرز ما كان فيه، وفينا نقول كان يعني الاصداء جميله وايجابيه، خلينا نحكي كضيوف. احنا اكيد السوريين والطلاب اللي كانوا موجودين زاروا الستاندات الاخرى، شو رايك فيها؟ شو كان احلى شيء فيها؟ الحقيقه مثلا عندنا زملائنا الفلسطينيين كانوا جيراننا، فكان في شيء مشترك بيناتنا اللي هو تقارب مثلا الاكل، اللباس، شكل اللباس. حتى في كان صوره بيننا وبينهم مشتركه، في عليها علم سوريا وعلم فلسطين، حلو. اذا ظهرت بالفيديو ما بعرف. عم نشوف احنا من هلا الحاله لقطات المميزه. من الفعالية. نعم، ايضا الثقافات الاخرى، يعني الستاندات الاخرى، جميل تنوع الثقافات، جميل التعرف على التنوع، الاختلاف. هذا الشيء بخلينا يعني نشعر بشعور من التسامح والتفهم أكثر للاختلاف. فكان شيء رائع. مثلا عند الأفارقة في أشياء يعني مميزة، عند الأفغان في أشياء مميزة، عند الآسيويين بشكل عام، الأندونيسيين كذا. هي بالنسبة للطاولات. بالنسبة للعروض اللي قدمناها بالمسرح، ما بعرف أن نفرد لها شيء لحال. تفضل. العروض اللي قدمناها بالمسرح، مثلا كان في عندنا المسرح المفتوح، كل بلد كان عم يقدم شيء من تراث بلده، من فلكلور بلده. مثلا الأندونيسيين قدموا عرض في هيك في نوع من القتال، الرقصات وكذا. المغول مثلا قدموا أغاني ورقصات، الأذربيجانيين أغاني ورقصات. نحن أيضا تميزنا هاي السنة بأنه قدمنا عرض للعرابة السورية، وخاصة وقصدنا أنه تكون يعني بشكل مميز هاي السنة. فأنزلنا العرابة السورية على العرض طبعنا، زائد الرقصات يعني بالسيف والترس. فكان شيء مميز بصراحة بهي الفعالية. يعطيكم ألف عافية ومشكور. شكرا لوجودك معنا بصباح سوريا. بلال حليري، رئيس تجمع الطلبة السوريين بجامعة أولوداغ من بورصة. هارك سعيد. شكرا، الله يعطيكم.